نعم، هو يسأل يقول الورد لو كان عندي ورد من القرآن مثلا أقرأ كل يوم جزءا من القرآن الكريم مثلا، وفي يوم من الأيام ما أستطيع أمسك المصحف مشغول أو على غير وضوء، لو قرأته من صدري هل يكفي؟ يكفي، اسمك قرأته، مو لازم إلا من المصحف، لا يصير من حفظك.